تفضل. اولا ان النظام الديمقراطي مع كل حسناته لابد ان يكون هناك سيئات، ولكن يجب على الجميع ان يتقبل النتيجه مهما كانت، ان يتقبل الحسم الديمقراطي، لان في هذه المره الايام تتصارع تصير بسرعه. اذا اخفقت في هذه المره بعد 5 سنوات لابد وانك سوف تصل، فاياك. وكما قال الشاعر: لا يرنو الى العلا من في طبعه الغضب، من يحاول ان يستعمل اي طريقه عنف فسوف هو يدفع الثمن، هو الخسران. ايها الاخوه الاحباء الاعزاء سكان القريه، اعتدنا ان نخرج سالمين غانمين مرفوعين الرؤوس والهامات بما فعلناه، وليوفق الله الجميع ولينجح الجميع ان شاء الله. سوف ننجح جميعا اذا عبرنا بدون اي مشكله، وهذا هو قدرنا، هذا هو املنا، ان نعيش وان نحيا في هذا البلد. سلام لكم وسلام عليكم، نلقاكم ان شاء الله في مناسبات اخرى، وشكرا. كما يعرف الجميع ان سكان القريه حضاريون، نحن دائما وابدا سنبقى اهل لهذه القريه، مرفوع الراس، مرفوع الهامات، نتقاسم لقمه العيش. مدى الحياه تقاسمناها وسنتقاسمها، لقد هزمنا الشيطان في هذا البلد، واستطعنا ان نراهن ان يمر هذا اليوم بدون اي خساره ممكنه.